للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ علي مهران، أمين شباب حزب العدل، منسق لجنة العمل الجماهيري، حملة المرشح الرئاسي فريد زهران. أهلا بحضرتك معنا. زخم شعبي تجاه هذه الانتخابات الرئاسية المقبلة وسط لقاءات جماهيرية متواصلة لحملات المرشحين، إلى أي مدى يعكس ذلك وتأثيره على الشارع المصري برأيك؟ سيد علي تسمعني؟ أعيد عليك السؤال مرة أخرى. نعم أهلا بك معنا على شاشة التلفزيون المصري. كنت أسألك عن هذا الزخم الشعبي تجاه هذه الانتخابات الرئاسية المقبلة، هناك لقاءات جماهيرية متواصلة لحملات المرشحين، إلى أي مدى يعكس ذلك تأثيره على الشارع المصري؟ الشارع المصري بقاله كتير جدا مستني خطوة زي دي. خطوتنا دي احنا خدناها علشان يكون عندنا طرح رؤية بديلة والحفاظ على التعددية، بدفعنا بمرشح بديل يكون مدني ديمقراطي سلمي آمن. مسعانا الرئيسي في ده هو خلق مناخ سياسي يؤتي ثماره بالخير على مصر وشعبها. نعم طيب، حضرتك أمين شباب حزب العدل، منسق لجنة العمل الجماهيري، فكرة العمل الجماهيري مع الناس وخاصة في هذا الاستحقاق المهم السياسي، بالتأكيد يكون لكم خطط، لكم أولويات في التعامل في هذه المرحلة المهمة في عمر الانتخابات الرئاسية، ما خططكم؟ ما أولوياتكم؟ هو طرحنا الجماهيري الأساسي فيه هو قائم على فلسفة توسيع قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجا والأقل تمكينا في المجتمع المصري، وبناء عليه احنا بنحاول نوصل للناس في أماكنهم ونسمع مشاكلهم، مش بس في عواصم المحافظات لكن كمان بنتحرك لكل الناس في كل الأقاليم. كان عندنا 3 لقاءات جماهيرية في أسيوط وفي ساحل سليم وفي الغنايم من محافظة أسيوط، ومكملين إن شاء الله الجمعة في البدرشين والسبت في الفيوم والأسبوع القادم 22 و23 الأربع والخميس في إدفو وأسوان. نعم أستاذ علي مهران، أمين شباب حزب العدل، منسق لجنة العمل الجماهيري، حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، شكرا جزيلا لك.